مرحبا بكم. نبدأ بالحدث بالنسبة لليوم، الدربي دربي الهوند بين الترجي والنادي الافريقي، نهائي كأس تونس المعاد مع الخمسة ونص إن شاء الله اليوم في قاعة رادس الأولمبية. ماتش بيتلعب دون حضور الجماهير ويكلو الماتش متاع اليوم كما نعرفوا نتذكروا والناس الكل الأحداث، أحداث النهائي هذا في ماي اللي تعدى اللي خلى الجامعة تقرر إعادة المقابلة وبرشا عقوبات أخرى وقتها تحكيت في وقتها. اليوم بعد أربع شهور يتلعب نهائي الكأس الخاص بموسم 2021-2022 في الهوند كما قلنا بين الترجي والنادي الافريقي. الافريقي يلعب من اجل الدوبلي الموسم هذا بعد ما حقق البطوله نتاع موسم 2021-2022 اللي نحكيوا عليها. الترجي من اجل انقاذ الموسم واقتسام الالقاب محليا مع غريمه وجاره للنادي الافريقي على مستوى التاريخ مع المسابقه هذه كاس تونس في كره اليد. الترجي عنده 27 لقب والنادي الافريقي عنده 19 لقب، عنده 19 كوب في تاريخه. ماتش كبير كما قلنا يبدا 5:30 ان شاء الله بين الزوز في رق في رادس دون حضور الجماهير الترجي النادي الافريقي. المتابعه والفرجه اذا كان ماهيش ممكنه بما انه ويكلو بالنسبه للجماهير تحب تمشي تتفرج في الساله، فانه الفرجه والمتابعه ممكنه على مستوى التلفزيون. تنجموا تتفرجوا على القناه الوطنيه في موقع اليوم نهائي كاس تونس 2021-2022 مع 5:30 في على القناه الوطنيه الثانيه. نحكيوا على كوب اخرى، هي كوب الفوت الافريقي السي اس اس. زوج فرق يكملوا اليوم اخر التدريبات قبل الموعد الكبير غدوه في نهائيات كاس تونس الستة المقابله نذكر في رادس. النادي الافريقي السي اس اس مقابل الزفره هيثم جيرات، ماتش يتعدى على القناه التاسعه. نذكر الرابح يلعب النهائي نهار 10 سبتمبر ضد مستقبل مرسى، الفريق اللي خلق المفاجاه البارح وتعدى في الدور نصف النهائي الاول، تعدى للنهائي قدام اتحاد بنجردان. مقابلات الودية، مقابلات الودية تتلعب اليوم أهم، نحن نحكي عن مستقبل سليمان والمنتخب الوطني الأقل من 20 عام. بداية من الأربعة زادة مقابلة الملعب التونسي والأولمبي البيجي بداية من 34 دقيقة، وزادة مقابلة أخرى تتلعب في حمام بورقيبة بين أمل حمام سوسة وجمعية وشبيبة العمران بداية من 5 متاع العشية. ويس اوبن بالنسبه لونس جابر ما تلعبش اليوم، فما برشا يتسالوا عن لونس تلعب اليوم ولا غدوه. غدوه ايفيكتيفمون باش تلعب الدور الثامن النهائي، الموعد يكون مع المقابله الكبيره ان شاء الله. لونس جابر مع الرقم 18 عالميا الروسيه فيرونيكا كودرميتوفا، ثلاثه مواجهات سابقه بين زوز لاعبات كلها للاسف نقول وقتها وفات للروسيه. غدوه ان شاء الله نتمناه باش يكون اول فوز لونس جابر قدام كودرميتوفا، ان شاء الله عبور عن جداره واستحقاق لربع نهائي يوس اوبن دورة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة في التنس. الكرة في أوروبا برشا كرة اليوم، برشا دربيات ومواجهات قوية. نبدأ بالبطولة الإيطالية، فما مقابلة بدأت عندها 4 دقائق فيورنتينا يوفي، حتى التوا التعادل 0-0 في الماتش هذا. فما دربي الغضب، دربي ميلانو بين جمعية ميلانو وإنتر ميلانو، 5 متاع العشية المقابلة دي باش تكون فيش كبيرة بين زوز جيران. لاتسيو مع نابولي زاد مقابلة كبيرة تبدأ 8:15 متاع الليل. بالنسبة للبريمير ليج البطولة الإنجليزية جولة 6 إيفرتون ليفربول، نحكيو على مقابلة أخرى كبيرة وجيران زاد كيف يتواجهوا. وبدأت ديجا مقابلة عند 75 دقيقة، التعادل مازال 0-0 بين الزوز فرق. تشيلسي مع ويستام بداية من الماضي ثلاثة، توتنهام زاد فرق توقيت تلعب مع فولام، واستون فيلا مع مانشستر سيتي بداية من 35 دقيقة. في إسبانيا لا ليغا، ريال مدريد مع بيتيس بداية من 5:15، 5:15 أو ماضي 3:15 تبدأ مقابلة الريال وبيتيس. ريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد بداية من 35 دقيقة، هذه مقابلة كبيرة أخرى، مقابلة زادة ممتازة برشا فرجة وبرشا تشويق. في مقابلة سي في وبرشلونة بداية من 8 متاع الليل. هنكملوا بالبطولة الألمانية والبطولة الفرنسية، بما أنه في البطولة الألمانية عنا ملاعب تونسي لاعب المنتخب الوطني التونسي صخيري موجود مع كولن يلعب ضد فولسبورغ بداية من 2:30، يعني بعد أقل من 23 دقيقة تقريبا تبدأ المقابلة هذه. أونيون برلين مع بايرن ميونخ نفس التوقيت، وإنتراخت فرانكفورت مع لايبسيتش القمة مع 5:30 في ألمانيا. نكمل كما قلنا بفرنسا، أوسير مارسي لويم تلعب مع أوسير بداية من 4 متاع العشية، 8 متاع الليل نونت مع باريس سان جيرمان. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net.